بتقول انها بتكلمه يعني مش مقلق. والمصحف ده ما بتكلمه، ده عايز 4000 جنيه عشان يعمل ميه على عينيه. استاذ عمرو الليثي اللي عمله العمليه. ايه يا استاذه بوسي؟ بس ادي كل الموضوع. انت بصي التاريخ كده حضرتك، بوسي. بس هي قالت انها كانت بتدفع له فلوس. انا اللي بقول لك بقى، والمصحف ده ما بتبعت له جنيه. انا لو وريتك شقه ابوها. اخواتها كانوا بيروحوا بالفلوس. اخوات مين؟ اللي كانت متبرقه. اخوات بوسي، وقالت ان دي شقه مامتها اللي متبرقه، اللي انت بتسجل فيها، اللي متبرقه منها. اللي ما بتديش اخواتها جنيه، لسه مديها لهم ما بقولهاش 3 اشهر بعت لهم. طب بقول لك ايه؟ انا اسالك سؤال واحد بس، انت سعد الصغير جاب 250,000 جنيه انتريه وتكييف وشاشات وبتاع، وانت ليه تجيب ده يعني؟ برافع عليك حضرتك. ليه قول لي ليه؟ حولي. ابوها انت اللي رحت شفتي؟ انا اسف اللفظ، خرابه. فراح قال لي انا لو معايا 250 مش هجيب له. واحد قال لي يا سعد لله انا معايا كذا كذا، قلت له طب في واحد كذا كذا، قال لي خدهم فعل خير، يعني مش انا، ورحت اعملها. طب انت يا بوس خدت الشقه دلوقتي وعندك دم، لا تديهم لاخواتك، لا اما تكلموا سباس ماما بدات الفلوس ال 250,000 جنيه. هم هي مش حلوه كده وتمام التمام؟ انا عايز 250,000 جنيه بعد اذن تطلعهم لله. ده خدت الشقه بالعفش اللي احنا جايبينه. ايه الجبروت دوت؟